وللحديث عن أداء الأسواق ينضم إلينا في الاستوديو السيد رائد خضر رئيس قسم الأبحاث في EQT جروب. أهلا بك سيد رائد. أهلا وسهلا. سيد رائد بداية سنتحدث عن أسعار النفط. نلاحظ لا تزال تحافظ على مستويات جيدة، خام برنت قريبا من مستويات $70 للبرميل، لكن هناك بعض التوجسات حول مستقبل الأسعار في ظل توقعات بتباطؤ النمو الصيني مثلا في 2018. برأيك كيف يمكن تفسير هذه المعادلة؟ طبعا أسعار النفط حظيت ببعض الانتعاشة القوية خلال مع مطلع تعاملات هذا العام وبنهاية العام الماضي، ومردها إلى أولا تحسن الطلب العالمي هو العامل الرئيسي الذي دفع أسعار النفط للارتفاع، وكذلك في نفس الوقت لدينا مجموعة من العوامل وأبرزها هو الاتفاق لتجميد الانتاج الذي لعب دور مهم بين أوبك وأيضا من خارج أوبك كذلك الأمر. هذه الجهود المتضافة أوصلت أسعار النفط إلى المستويات اللي نحن موجودين فيها حاليا. بلا شك أي تعليقات حول معدلات النمو المستقبلية تؤثر على الطلب أو تؤثر على توقعات الطلب، وبذلك ممكن أن يعود النفط مجددا إلى الضغط تحت يعني تخمة المعروض أو مرة أخرى التي يفوق فيها المعروض خلينا نقول الطلب العالمي. مع ذلك في عندنا نقطة مهمة اللي هي لا يزال الاتفاق فعال ولا يزال إمكانية الحوار وتمديد موجودة على الرغم إذا ما كان هناك تراجع يعني زيادة في المعروض النفطي والتدخل من النفط الصخري كذلك الأمر. جولدمان ساكس سيد رائد أيضا توقع تسارع نشاط المنتجين في المرحلة الحالية خاصة في ظل هذه الأسعار، وبالتالي ما قد يقود الأسعار لمستويات عند حوالي $62 لبرنت، أي ضغوط هبوطية. هل تتوافق مع هذا الطرح أم أن قوة الطلب قد تغطي على تسارع نشاط المنتجين؟ بلا شك هذا الأمر كان متوقع مسبقا، ونتحدث عن إمكانية مع ارتفاع أسعار النفط يعود النفط الصخر مجددا للضغط على الأسعار. المنتجين الغير تقليديين يعتمدون على الأسعار المرتفعة، ولكن القاعدة أو الأساس الذي تم بناؤه حتى تدفع أسعار النفط إلى المستويات التي نراها حاليا سوليد، ومستويات $62 للبرميل مستويات طبيعية أو منطقية أن يعود إلى زيارتها النفط، ولكن استدامة عند هذه المستويات ومرتبطة بشكل أكبر بتحسن في الطلب لا في يعني زيادة في المعروض. كذلك في الشأن النفطي الخبر المتعلق بشركة شيل واتجاهها للتخلي عن آخر أصولها النفطية في العراق، كيف يمكن قراءة هذه الخطوة في ظل الأسعار المرتفعة نسبيا؟ طبعا ذلك ممكن أن يشكل بعض الضغط الإيجابي لأسعار النفط، لأنه ممكن يكون في عنا انخفاض أو تراجع بعض الشيء في الإنتاج حتى يكون هناك إعادة يعني العودة إلى السيستم أو للنظام مجددا وإعادة الإنتاج بالشكل المطلوب أو كما ينبغي. بالتالي ممكن تستفيد بعض الشيء من ضعف في الإمدادات النفطية، تستفيد أسعار النفط بالارتفاع، ولكن نحن في عنا عوامل أبرز أو أهم من ذلك متحكم أو مسيطرة على أسعار النفط في الوقت الحالي، ويعني لعل أبرزها أيضا كمان الدولار الأمريكي المتراجع الذي يدعم كل الأسعار السلع إجمالا بالاتجاه الصاعد، والنفط أحد أهم هذه السلع. ممكن يؤثر ذلك ولكن تأثيره محدود وضيق ولا نزال فوق مستويات $60 للبرميل. سننتقل للحديث عن أسواق العملات وتحديدا اليورو. لاحظنا أنه واجه ضغوط هبوطية اليوم، لكنه لا يزال في مستويات تعد الأعلى في نحو 3 سنوات أمام الدولار الأمريكي. برأيك ما هي عوامل دعم اليورو خلال المرحلة الماضية، وهل يخدم ارتفاع اليورو التضخم في منطقة اليورو؟ اولا يعني لعل ابرز اذا بدنا نتحدث عن زوج يورو دولار امريكي، ضعف الدولار الامريكي اعطى بعض الزخم لتعاملات اليورو، كذلك الامر التحسن الملحوظ في اداء منطقه اليورو او منطقه العمله الاوروبيه الموحده الذي دعم اليورو في الفتره المؤخره. مستويات التضخم تحسنت بشكل كبير، وايضا النبره الجديده التي كانت داخل المركز الاوروبي بتبني او بامكانيه تبني سياسه تشديديه في الفتره القادمه، وبالتالي التخلص يعني هذا كان
احد اعضاء المركز الاوروبي ذكر انه يمكن ان يتم التخلص من برنامج التيسير كله دفعه واحده، ذلك دعم اليورو بالاتجاه الصاعد وسيدعمه للفتره القادمه. سننتقل أيضا في شأن العملات، ولكن على مستوى العملات الرقمية لاحظنا أن الخبر المتعلق بتوجه الصين لمنع تداول العملات الرقمية، كيف يمكن قراءة هذه الخطوة من دولة كبيرة مثل الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وبالتالي انعكاسها على مصداقية العملات الرقمية عموما؟ بالتأكيد يعني مزيد من الدول، رأينا كوريا الجنوبية، رأينا الصين، المزيد من الدول التي تتدخل بشكل رسمي لمنع التعامل في أسواق العملات الرقمية يضغط على أسعار هذه العملات. ولكن أساسا يعني الفكرة الأساسية الموجودة في الكريبتو كرانسيز الديسنترلايزد أو عدم الارتباط بدولة أو معينة يعني لا تزال جذابة بعض الشيء لبعض المستثمرين. السيد رائد خضر رئيس قسم الأبحاث في إيكوتي جروب، شكرا لك. شكرا لك.